موسم صعب، خلينا نتفق ان فاتورته كانت تقيله قوي، بس في الحقيقه قبل ما نبدا، وده الاهم، ان احنا نبقى باصين لقدام، ندخل موسم جديد فيه علامات استفهام محتاجين ان احنا نجاوب عليها. منها على سبيل المثال تراجع مستوى بعض النجوم، وده ممكن في بعض الاوقات يكون ليه اسباب منطقيه ومفهومه، وفي اوقات تانية لا. قصه المديرين الفنيين وقدراتهم وامكانياتهم، حتى موسيماني وهو بيحقق الالقاب مع النادي الاهلي وبيفوز ببطولات مع النادي الاهلي كان موضع انتقاد. سواريش لما تولى المسؤوليه في فرصه تقريبا، يعني خلينا نقول بين قوسين كده، شبه مشوهه لا تصلح للنجاح مع اي مدير فني تاني نتيجه اسباب كتيره جدا هنتكلم فيها، تعرض برضو للانتقاد. فكره الـ الاصابات المختلفه اللي ضربت معظم نجوم الفريق وكانت علامه استفهام كبيره جدا جدا، وخصوصا بتكلم هنا على الاصابات العضليه بشكل واضح، كانت علامه استفهام محتاجه توضيح. قصه الاجهاد وتلاحم المواسم وتوالي المباريات على النادي الاهلي اعتقد انها واحده من الازمات اللي اثرت او كانت بسببها جزء من الفاتوره اللي احنا دفعناها. فعشان نبص للي جاي او نبص على قدام ونشوف الموسم اللي جاي الدنيا ممكن تكون فيها ايه، وما عنديش شك ان شاء الله انها هتكون الافضل، مقدمات بتقول كده، لازم نبص ونجاوب على علامات الاستفهام دي. وبيسعدني يكون معانا اثنين انا شخصيا الحقيقه بعتز جدا جدا بوجودهم معايا وبحترم جدا ارائهم، محللين الفنيين محمود شاكر وفاروق عصام. اهلا وسهلا بكم. اهلا وسهلا محمود، واهلا وسهلا فاروق، منورين السادسه. اهلا بيك يا احمد، وبرحب طبعا بفاروق وبجميع مشاهدي قناه نادي الاهلي في كل حته، ودايما ببقى سعيد وانا متواجد معاك. اهلا بيك. اهلا بيك. أهلاً بيك. اهلا بيك احمد، واهلا بيك يا محمود، ودايما ببسط ان انا ببقى معاك. ومبروك مقدما بقى، نقول على الهوا ان شاء الله باذن الله. الف مبروك. الله يبارك. طيب خليني ابتدي قبل ما ادخل في ماتش ام بي بكره، خليني كده ابص بدايه الجهاز الفني، سواء مستر موسيماني او سواء مستر ريكاردو سواريش. موسيماني اللي بدا الموسم وريكاردو سواريش اللي بيفنشه، أجادوا في إيه وأخفقوا في إيه من وجهة نظركم؟ هبتدي بمحمود وابتدي معاك بمستر موسيماني. طبعا مستر موسيماني بمجرد وصول، هما الاثنين خلينا نتفق ان هما مشتركين في أكيد اجمالا في النتائج، في النتائج اللي بتحصل، ومهما كان حتى لو الدوري انتهى بمدير فني، ولكن اللي بيتحاسب طبعا بدايه من المدير الفني اللي كان ماسك من اول الموسم. بمجرد وصول موسيماني دخل على مباريات صعبه جدا، شفنا نص نهائي دوري ابطال افريقيا قدر يتفوق فيها، والراجل تفوق بشكل كبير جدا في افريقيا لمده 3 سنين، ما خسرش ولا مباراه اقصائيه لمده 3 سنين. موسيماني ليه وعليه ما عليه، ولكن الراجل طبعا ارقامه بتتكلم عن نفسها، الراجل عمل كل حاجه مع النادي الاهلي، خسر لقب دوري وخسر لقبين كاس، ولكن في الاول وفي الاخر الراجل عمل حاجات كتيره جدا، حدث ولا حرك كاس عالم للانديه، كسب كل كبار افريقيا، يعني كسب كل كبار افريقيا راح جاي، كسب الزمالك 5، كسب بيراميدز 3، كسب اسماعيلي 4، كسب بطل كونكاكاف، كسب بطل اسيا، يعني كسب كل صحيح. حاجه وبنتائج كبيره جدا، وبطل ليبرتادوريس برضه. ولكن ويكفي طبعا، يعني انا من الحاجات اللي بشوفها لموسيماني من اقوى ماتشاته ان هو لما لعب ب 13 لعيب ناقصين في ماتش مونتيري المكسيكي، يعني قدم مباراه ولا اروع، وقدر ان هو يروح سيمي فاينال. ولكن زي ما قلنا المميزات بتاعته، كان في مشكله انا شايف من وجهه نظري، مستر موسيماني كان عنده مشكله في تجهيز السكن تيم او الفريق الثاني، لان احنا بعد ما شفنا بعد ما اللعيبه الكبيره ريحت، طبعا القرار كان هايل من مجلس اداره النادي الاهلي براحه اللعيبه الكبير، لان خلاص كان الموسم انقضى بشكل كبير جدا. شفنا ان في لعيبه كثيره جدا كانت اوت اوف فورم وبدنيا بعيده جدا بسبب ان هي ما كانتش بتشارك بشكل كبير، انا ممكن اكون واخد عليه حاجه زي كده. وكان برضو موضوع الاجازات السلبيه اللي كان ساعات بيديها في وسط الموسم، ودي اللي كانت بتعمل شك في العضل، فاللعيب لما كان ينزل يرجع تاني من سلبيه لضغط مباريات مره واحده كان بيحصل اصابات عضليه. الناحيه الثانيه سواريش، مفيش حد زي ما بنقول يقدر يجزم ان الراجل ده كويس او وحش، مش دفاعا عنه ولا هجوما عليه، ولكن هو ظروف مش طبيعيه. انا كمحب للكوره يعني او بتفرج على كوره من زمان، بشوف ان اي مدير فني بيجي المفروض ما ياخدش اكتر من 3 4 مباريات وتبدا بصمته تظهر، ولكن الكلام ده في الظروف الطبيعيه، انما الراجل جه على 3 4 فريق ربعه كان مصاب، بعد شويه لقينا اول ما ابتدى يلعب كل مباراه بيطلع اصابه من 2 لـ3 لعيبه، فالفريق بقى تقريبا نصه اللي بيلعب معاه. بعد كده مجلس اداره النادي الاهلي بقرار ريح اللعيبه. فانا هقول لك كنايه عن اللي بيحصل ده ايه. كان باك ليفت لعب مع سواريش 4 باك ليفت. اول ما جه كان بيلعب علي معلول، بعد كده علي معلول بعد ما هو ريحوه لعب محمود وحيد طلع مصاب،
اللعيب الثالث كريم فؤاد جابه من باك رايت للباك ليفت، بعد كده الرابع كان محمد اشرف. طب انا ازاي اقدر كمدير فني ان انا اقدر اطبق افكاري والتاكتكس بتاعتي وخروج بالكره ازاي واطبق اسلوبي وانا عارف ان الاربع لعيبه دول انا ما فيش حد ثابت معايا، ما حدش عارف ان انا اقدر اطبق اسلوبي. فما حدش يقدر يجزم راجل كويس ولا وحش، ولكن هو ده اللي احنا بنقوله. واعتقد يعني بنسبه كبيره الفتره اللي جايه النادي الاهلي مطالب طبعا بان احنا نبدا نشوف الاحداث اللي حصلت السيزون ده وانقضى خلاص وكل الموسم خلص بكل مساوئه وبكل الحاجات الكويسه اللي فيه، ونشوف ان شاء الله الموسم اللي جاي النادي الاهلي ممكن يعمل. قبل ما اتكلم على الميركاتو فاروق والناس منتظره ميركاتو، لانه طبيعه المنافسه في الموسم اللي جاي مختلفه عن كل ما سبق، يعني تاريخ الكره في افريقيا هيكتب من جديد سواء على مستوى السوبر ليج او على مستوى شكل الجديد لبطوله كاس العالم. فبتتكلم على مستوى منافسه اعلى واقوى، وزي ما انت هتستعد له في فرق ثانيه كبيره هتستعد له. السؤال هنا كره الاهلي بخير وفريق الاهلي بخير اذا ما انتفت كل الاسباب اللي ادت للمشاكل الكتيره اللي حصلت على مدار الموسم ده، ولا لا في حاجه محتاجه لاعاده حسابات واعاده نظر؟ ما هنا هنرجع بقى للقرار المصيري اللي خدته اداره النادي الاهلي بعد رحيل بيتسو موسيماني. كان في موسم لسه مخلص، ايوه كان متبقي في الموسم اعتقد فتره، يعني لو حسبناها بالفتره اللي عدت في الموسم فهي فتره اقل. كان في اختيارين، اختيار يكمل مستر يكمل كابتن سامي قمصان لحد نهايه الموسم، او يجي المدرب الجديد اللي هو هيتولى تدريب الفريق في الموسم القادم. فاداره النادي الاهلي قررت ان المدرب الجديد يجي في وسط الموسم. ليه يجي في وسط الموسم؟ عشان يعرف اللعيبه، عشان يعرف طريقه اداره الامور في الكره المصريه ازاي، هياخد خبرات، هيكسب خبرات قبل فتره التحضير لبدايه الموسم الجديد. تمام. فنتكلم على مستر سواريش في خلال الفتره نكاتت شورت، يعني نقصر المسافات بالظبط، لان هو هيحتاج يعرف، لان هو خصوصا ان هو مدرب جديد على الكره المصريه. أي. جديد على الكره العربيه، ما عندوش اي خلفيه. فالفتره اللي فاتت دي كانت بالنسبه له، حتى هو في المؤتمرات الصحفيه لما كنت بتابع تصريحاته قال انا خلاص ابتديت اتعرف على بروفايل اللاعب المصري، ابتديت اتعرف على مميزات كل لاعب وعيوبه، ابتديت افهم اللاعب ده ازاي يستجيب للمعلومه، ازاي اقدر اطوعه لافكاري. فهو عرف في خلال الشهور اللي فاتت دي ازاي يتعامل مع اللاعب المصري. لكن لو رجعنا للاهداف اللي كانت محطوطه لمستر سواريش، سواء بطوله الدوري او بطوله الكاس او بطوله الكاس الجديده، فهو ما قدرش يحقق الاهداف دي. واي مدرب مكانه كان اعتقد ان هو ما ينفعش نطالبه بالاهداف دي، لان انت في فتره صعبه جدا بعد 3 سنين تلاحم، اللعيبه الاساسيه مش في مستواها قبل ما تاخد راحه بعد كده. فاحنا بنتكلم هو من ناحيه اتظلم، لكن فنيا بقى نيجي نتكلم على المرحله اللي ادار فيها مستر سواريش النادي الاهلي، محتاجه خبراء فنيين من لجنه التخطيط في النادي الاهلي يقعدوا يتفرجوا على المباريات اللي ادارها مستر سواريش، يتابعوا كل التفاصيل الفنيه اللي كانت موجوده، ويبداوا يحكموا عليه كمدرب. هل هو يليق ان هو يدير النادي الاهلي في الموسم المقبل ام لا؟ لان ده نقطه مهمه جدا، لان في تذبذب واضح جدا في الافكار الفنيه لمستر سواريش. في مباراه ضد النادي المصري انا بلعب ميديم بلوك وسايب الاستحواذ للنادي المصري وما بضغطش من قدام، المباراه ضد فيوتشر انا بضغط عليه في مناطقه وهو فكر مختلف تماما عن مباراه المصري. ففي تذبذب واضح في الافكار، في اشكال مختلفه وانماط مختلفه للنادي الاهلي. بدايتي كنت بلعب 4-3-3، بعد كده لجأت ان انا العب 3-4-3، ففي حاجه مش واضحه. وهل الثقه اللي هتتحط في مستر سواريش، لان انت بتتكلم في موسم تدعيمات قوي جدا للنادي الاهلي، مين اللي هيحط الاسماء اللي هتيجي في النادي الاهلي؟ هو مستر سواريش والجهاز الفني، مين هيوافق على الاسماء دي؟ مستر سواريش والجهاز الفني. فانت بتتكلم لو اديته الفرصه ان هو يبقى متواجد في الموسم الجديد ويحكم على الصفقات اللي هتيجي ويقول ده يجي او ده ما يجيش، المدرب اللي هيجي بعده هيبقى ملتزم باللعيبه اللي موجوده دلوقتي. لازم يبقى في تنسيق بالظبط، ده مهم جدا، زي برضه نقطه مستر موسيماني لما جاب لويس ميكيسوني وبيرسي تاو، وحاليا سواريش موجود ومضطر ان هو يلعب ببيرسي تاو ولويس ميكيسون. فانت بتتكلم في قرار حاسم باستمرار مستر سواريش للموسم المقبل او لا. ولو كمل الموسم، احنا عارفين النادي الاهلي ما بيحاسبش بالقطعه، دي حاجه معروفه. لو كمل وخدت القرار ان هو يكمل وشايف ان هو مدرب كفء يكمل الموسم المقبل، خلاص انت بتديه بقى الفرصه كامله في الموسم المقبل. في صعوبه انك تلاقي مدير فني دلوقتي، يعني لو افترضنا مثلا انه القرار انه مستر ريكاردو سواريش هيكمل، يبقى راجل خد الشوك الصعبه ووفر على نفسه وعلى النادي وعلى اللعيبه المجهود بتاعت ان احنا نعرف بعض ونفهم حتى المسابقه، طبيعه المنافسه، مستويات المنافسين الموجودين في الدوري، وابتدينا معاه موسم جديد على بياض زي ما بيقولوا.
ولو لا قدر الله انه الاداره في احتمال انه تقول لك لا والله مش حابين سواريز يكمل مثلا، هل دلوقتي في التوقيت ده ممكن تلاقي، ما هو احنا هنتكلم على معظم المسابقات ابتدت في كل العالم وكل الفرق اتفقت مع مديرينها الفنيين، فهل ده توقيت مناسب انك تفكر في مدير فني جديد؟ هو توقيت مناسب جدا، والتوقيت لازم يبقى سريع. يعني لو في قرار هيتاخد بعدم تكمله الراجل للاداره الفنيه للنادي الاهلي يبقى لازم بشكل سريع جدا القرار ده يتاخد، لان انت هيبقى عندك الجاب بتاع الفتره السلبيه او فتره ما بين الموسمين وداخل على كاس سوبر والكلام ده كله. ده عندنا هنا، ده عندنا هنا، لا بره مالناش دعوه، احنا بالعالم هم بيلعبوا في حته بنلعب في حته ثانيه خالص. فالقرار اللي هو هيتاخد لا يعني يتاخد اعتقد في اسرع وقت علشان بناء على الفتره اللي جايه دي يقدر اللي يجي يبقى عنده وقت ان هو يطبق افكاره ويتعرف على اللعيبه، ان احنا نجيب مدير فني ثاني ويحفظ اللعيبه ثاني. اقفل الجهاز الفني بسؤال هو بس، انا سؤالك اللي فات ده في مدربين كتير متاحين، بس اسم النادي الاهلي، في مدربين سواء اسم النادي الاهلي جاذب لمدربين كتير، لكن في مدربين كبار طبعا بدون ذكر اسماء منهم. انا عايز اسالك سؤال، اي مدرب منهم لو جه في نفس التوقيت ونفس الظروف اللي جه فيها ريكاردو سواريز كان الحكم عليه ممكن يبقى يعني بنفس الشكل او يعني بنفس المستوى؟ لو جه مدرب عنده الخبره، عنده الخبره في مجال التدريب، لان احنا خلينا نتفق ان مستر سواريز هو برده ما عندوش الخبره، لان هو مدرب لسه يعني في مرحله، هو مش هنقدر نقول عليه مدرب شاب قوي ولا هو مدرب عنده خبره، يعني هو مدرب في مرحله النضوج. لكن لو جه مدرب خبره، مش هنقول بقى فيريرا او هنقول اي مدرب عنده خبره، كان هيقدر يطوع لك المباريات المتبقيه في الدوري بمكسب. كنت محتاج تكسب 1-0. الراجل عمل الراجل يعني برده خلينا نتفق انه يعني قدام ماتش فيوتشر الاهلي عمل جيم كويس جدا وكان معاه الفيرست تيم او كان معاه اللعيبه الاساسيه. التذبذب الاتحاد عملت جيم كويس، المصري عملت جيم كويس، فاهم قصدي؟ صعب ان انت تجزم راجل كويس ولا وحش، لان الراجل كل ما يجي يحفظ اسامي لعيبه اللعيب يتصاب ويطلع بره، عشان يجي لعيبه ثانيه. عشان انا متفق معاك انه صعب يا محمود، بس يبقى القرار صعب بس طبعا جداً. في امارات وفي في في حاجات كتيره بتتقدم بتبين لك من الجهاز الفني. اروح للعيب، لو جيت للعيب نفس الاسماء دي، انا الحقيقه شايف ان كله بدايه كده عشان تبقى في ارضيه مشتركه بينا، في قماشه كويسه، في قماشه كويسه تمام. لو كنت جيت لاي حد من اللعيبه دول في نص الموسم مثلا او في الاهلي وهو في التوب فورم واللعيبه واقفه على رجلها، قلت له انت هتلعب فيرست تيم وهتشارك في الدوري، كان هيمسك في الفرصه بايده وسنانه هل لما جت كده باكج كله على بعضه الناس مسكت في الفرصه بايديها وسنانها، ولا انتوا شايفين النتيجه ايه؟ كلنا وظالمين ولا يعني لما الجمهور يقصوا عليهم في ماتش زي ماتش الاسماعيلي مثلا، هل الجمهور معاه حق ولا الولاد دي مظلومه انها اتخذت كده من الدار للنار؟ وخد بالك برضو ان اللعيب لما بيطلع وهو لسه بيبتدي فيرست تيم او بيلعب، هم لعيبه كبيره على فكره مش صغيره، ما بحبش اقول عليهم ناشئين، بس لما بيلعب في وسط فيرست تيم غير لما يبقوا كلهم طالعين مع بعض، فاهم قصدي؟ بيبقى فكره انه في خبرات معاه في الملعب، في ناس تقيله شايلاه، فبيلعب باريحيه غير لما يبقوا هم كلهم طالعين مره واحده. خلينا نقول ان الفتره اللي فاتت دي كلها نقسم اللعيبه او نقسم جوده اللعيبه او نقسم طريقه اللعيبه الى اثنين، في اللعيبه اللي كانت مصابه واللي كانت موجوده في فيرست تيم كانت مصابه او ما كانتش بتشارك بشكل كبير، واللعيبه الناشئين. اللعيبه خلينا نبتدي باللعيبه الناشئين، انا شايف ان هم اتظلموا بشكل كبير جدا جدا. كلنا طبعا احمد عارفين واكيد فاروق انت عارف، اي لعيب صغير لما بيطلع من ناشئين ويجي يطلع مع الفيرست تيم بيلاقي جنبه نجوم كتيره جدا شايلاه، وفي نفس الوقت يقدر ان هو يقدر يقدم حاجه، واللعيبه اللي في وسط الملعب بقى بحماس جماهير وبحماس اللعيبه والكلام ده كله بيفرق. اللعيبه دي طلعت للاسف بعد ما كنا بنشوف ناشئ او اثنين او ثلاثه بالكثير قوي، في وسط ال 11 لعيب انت بتلاقي 6 أو 7 لعيبه ناشئين، فدي طبعا دي كانت انا شايف ان الناشئين اتظلموا فيها شويه. اما هنتكلم مثلا عن موضوع اللعيبه الثانيه كتير، يعني اللعيبه الصغيره، يعني هو ايرلينج هالاند عنده كام سنه؟ ده انسو فاتي لعب في برشلونه كام سنه، فاهم يعني فكره ناشئين دي تحت 16 تحت 18 ماشي، واللعيبه الثانيه اللي هي اللعيبه اللي ما كانتش بتشارك بشكل كبير جدا مع موسيماني وخدت الفرصه. في لعيبه كتيره شايفين انها تستاهل وتستحق ان هي تلبس تيشرت النادي الاهلي، وفي لعيبه كتيره ممكن تكون متميزه في مكان تاني، ممكن تكون مش قادره تستحمل ضغوطات النادي الاهلي، لان ضغوطات النادي الاهلي هي مش ضغوطات نفسيه وذهنيه فقط، في دور كبير جدا على اللعيبه. اللعيب لازم يبقى عارف ان انا لما باجي العب
في النادي الاهلي رتم المباريات بيبقى سريع جدا، رتم المباريات بيبقى عالي جدا جدا عليا، فانا بضطر ان انا لازم ازود بدني ولازم اخد بالي كويس جدا من نومي ومن اكلي ومن طريقه تمريني، مش مجرد ان انا بصحى الصبح اروح التمرين الساعه 10 الصبح في النادي وبرجع، لا لازم ان انا اقوي واقدر ان انا اطور من نفسي بدنيا. كلنا شفنا محمد صلاح يعني كنموذج اتصف كتفه في ماتش تشامبيونز ليج بتاع 2018 القصه الشهيره بتاعت راموس، بعديها بسنه شفنا محمد صلاح كتفه يعني كتفه اكبر حاجه ما شاء الله في جسمه في العضله هو كتفه، هي دي بتمتلك على تطور الاداء تطور الاداء اللعيبه. فجوده اللعيبه نزعنا مره تقرير بمناسبه كلامك عن صلاح، كنا مره جبنا تقرير هنا في سادسه عن رونالدو هو عامل ايه في بيته مش في النادي او في الجيم اللي هو بيروح، عامل ايه في بيته عشان يشتغل على نفسه مع نفسه. المينتاليتي دي شويه بالظبط هي مينتاليتي يعني هي عقليه اللاعب او العقليه دي غايبه شويه يمكن عندي. يمكن شاكر اتكلم في كل حاجه احنا عايزين نتكلم فيها بخصوص الاستفاده من التجربه اللي فاتت، لكن انا عايز اتكلم في اللي جاي واللعيبه بعد ما لعبت وبانت خلاص للجماهير واحنا والخبراء وحتى الجهاز الفني خلاص كل لاعب انت تقدر تحكم عليه او تقدر تحكم على موهبته بشكل كبير، فاحنا بنتكلم الفتره اللي جايه هيتم التعامل مع اللعيبه الشباب ازاي؟ هل هيتم اعارتها؟ لان انت بتتكلم انت عندك تخمه كبيره جايه من اللعيبه سواء اللعيبه اللي موجوده او الصفقات الجديده، فهيبقى عندك تخمه في لعيبه اساسيه جايين من الاعاره بالظبط، وكمان اللعيبه اللي راجع من الاعاره، فانت بتتكلم انت هيبقى عندك تخمه في لعيبه اساسيه موجوده اصلا في الفرقه واخده راحه، ويبقى عندك تخمه في صفقات جديده جايه تدعم الثغرات وتبدل بيها اللعيبه وتعمل احلال وتجديد، ويبقى عندك تخمه في لعيبه معاره راجعه تاني للنادي الاهلي. ففي كل التخمه الموجوده دي هيبقى في لعيبه شابه خدت فرصه اثبتت نفسها، في كم اسم اثبتوا نفسهم وموجودين مع النادي الاهلي، وفي كم اسم اعتقد ان انت هتخرجهم اعاره. لكن هنا هنتكلم بقى الاعاره انت بتستفيد منها ايه في النادي الاهلي، او هي الاعاره ايه هدفها الرئيسي في النادي الاهلي. لو خرجت اللاعب عشان تحكم عليه في فريق تاني في الدوري المصري، انا اعتقد ان حكمك ده هيبقى قاصر لاكتر من سبب. السبب الرئيسي او السبب الاساسي ان الدوري المصري وفرق الدوري المصري انت بتشوف اللاعب بيتالق فيها وبيسجل اهداف وبيعمل مباريات كبيره جدا، وبيجي النادي الاهلي مش هو نفس اللاعب. بس خليني اقول لك مثلا انه اكرم توفيق لما طلع اعاره ورجع كسر الدنيا. ما هو انا بكلمك وانا هكمل لك النقطه بالظبط اللي انا بتكلم فيها، انا بتكلم انت تحكم على اللاعب انت بتخرجه اعاره ليه؟ عشان تحكم عليه ولا عشان تديله مباريات اكتر ويكتسب خبرات؟ اولا بدل ما يقعد على الدكه عندي فيبقى بيلعب رجله في الملعب، مستواه يتطور يزداد خبره بالظبط، يوصل لمرحله النضج اللي ممكن ساعتها. خد بالك انت شايف جمهور الاهلي عامل ازاي؟ يعني انا طول عمري جمهور الاهلي بس ما حسيتش بحاله الضغط اللي بيحس بيها اللعيبه وانت 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 بتضغط لوحدك، انت مش حاسس بحجم الضغط اللي انت بتضغطه طبعا. لكن لما يبقى في ملايين، لما تيجي بقى لما جيت هنا وشفت حجم الضغط اللي بيتعرض ليه اللعيبه، واللي في وقت من الاوقات ممكن يبقى قاسي جدا جدا جدا، وفي بعض الاوقات وبعض مع بعض التركيبات ممكن يبقى مدمر، يعني بدل ما يطلع اللعيب لقدام يجيبه لسبع ارض، عرفت يعني ايه حجم ضغط الجماهير. هي دي مسألة، لكن لما كل واحد بيضغط مع نفسه انت مش حاسس بضغط. واكتساب الخبرات برضو خد بالك من حاجه، انا لما اكون لعيب كوره في النادي الاهلي غير لما اكون لعيب كوره في اي حته في الدوري المحلي. انا اذا بلعب في اي فريق مع احترامي كامل لاي نادي في تاني في مصر، انا لو لعيب مهاري بياخد الكوره يحاول يعدي من اول التاني اتقطعت منه، الجماهير ما بتزومش كده وتزعق وتضغط. انا بقول لك ما فيش في النادي الاهلي بموسم في اي فرقه فاروق انت مطالب في كل المباريات ان انت تكسب المباريات دي، مطالب في كل البطولات ان انت تلعب لاخر يوم. ده اللي انا عايز اعود عليه اللعيبه برده يا شاكر، ده اللي انا عايز اعود عليه اللعيبه الشباب. لو انا عندي اسمين او ثلاثه استفدت بيهم المرحله اللي فاتت دي لازم اعودهم على شخصيه النادي الاهلي، لازم يبقوا موجودين في وسط مجموعه النادي الاهلي، لازم ياخدوا دقائق لعب، لازم افضلهم على لعيبه ثانيه كبار في السن او موجودين عندي لعيبه قدام. ليه؟ لان اللاعب ده مستقبل النادي الاهلي، فهو لازم ياخد دقائق لعب ولازم ياخد دقائق لعب في وسط فريق كبير وفي وسط نجوم، عشان ده اللي هيساعده اكتر على التطور. يعني شايف انه العناصر اللي انت بتتكلم عليها او الكاليبر دي الكواليتي دي تستحق انها تبقى موجوده وتاخد فرصتها جوه الاهلي. طبعا تاخد فرصتها، ده يفرق معايا جدا ان انا العب جنبي عمرو السوليه، جنبي حمدي فتحي، جنبي بالزبط. محمد شريف، جنبي اللعيبه دي هيفرق معايا هيشيلوني جدا. افضل لعيبه في الدوري المصري احسن ما بالنسبه لي ان انا اروح نادي تاني والعب في معلش ضغط اقل بكتير من ضغط النادي الاهلي، منافسه اقل بكتير من منافسه النادي الاهلي سواء داخل الفرقه وان انا هلعب اساسي او مش هلعب اساسي، بس المنافسه اقل بكتير من النادي الاهلي. ده هاجي بعد الموسم ثماره هتكون اقل بكتير من الثمار ان انا استمريت في النادي الاهلي وبدات اخد تدريجيا مباريات ودقائق لعب. فبالنسبه لي لو انت استقريت بمناسبه الاعارات عايز اسالكم على احمد ياسر ريان.
اعاره هنا داخليه واعاره هناك خارجيه. شايفين احمد ياسر بقى السنه دي فرص وايه مع الاهلي؟ يستاهل ياخد فرصه يستاهل. في فراوده كتيره جدا في النادي الاهلي معارين ورجعوا واللي النادي الاهلي سابهم، في ناس كتيره جدا خدت فرص بشكل كبير جدا. احمد ياسر ريان ارقامه كمان بتتكلم عنه، ولما راح الدوري التركي انا مش متذكر ارقامه قوي، بس المعلومه دي يا شاكر بمناسبه ارقامه، هل تعلم ان احمد ياسر ريان سجل اهداف اكتر مصطفى فتحي اللي بيلعب في جالاتا سراي؟ مصطفى محمد. طبعا مصطفى لعيب كبير ومهاجم الاول في منتخب مصر، لكن احمد ياسر ريان سجل 9 اهداف، ولما كان في سيراميكا كليوباترا هنا قبل ما يسافر كان برضه متالق بشكل كبير. مصطفى محمد سجل 8 اهداف. كان بقى واحد أكتر من فراوده النادي الاهلي، خد فرص كتير ولكن برضه ما قدمش اوراق اعتماده. ادي الراجل، ادي راجل وقت واشوف والكلام ده كله، اكتسب خبرات كبيره جدا. الراجل طول عمره من هو بيتدرج في فرق الناشئين للشباب على طول، الراجل فرود اساسي لمنتخب مصر. شاف احمد ياسر ريان، وانا بصراحه في حته رقم 6 او رقم 8 في نص الملعب في النادي الاهلي، انا نفسي كريم نيدفيد يرجع. كريم نيدفيد مقدم مباريات. طب بمناسبه الكلام ده، يعني ده واحد من الاسئله، مين الاعارات اللي طلعت من النادي الاهلي وشايفين انها ممكن عودتها في التوقيت ده؟ كنت لسه هكمل مع شاكر نفسي، ممكن يبقى فيها اضافه لل كريم واحمد ياسر ريان هما تقدر تقول ابرز اثنين دلوقتي موجودين. شكري ما لفتش نظركم؟ شكري انا عندي اثنين لعيبه لازم ياخدوا فرصه. شكري لعيب كويس وكل حاجه، وهو اعتقد مطلوب من انديه كتير ان هو يروح في صفقات تبادليه، وممكن استغل اسم شكري او المستوى اللي قدمه شكري وادخله في صفقات تبادليه مع لعيبه انا عايزها. لكن انا عندي اسمين لازم ياخدوا فرصه مع علي معلول، ولازم يشربوا من علي معلول، ومحمد اشرف وخليل. محمد اشرف كويس جدا على فكره، لازم ياخدوا فرصه في هل تعتقد بقى احمد اثنين كويسين جدا هل تعتقد محمد اشرف لو كان طلع يعني مثلا، كان لا قدر الله علي معلول اتصاب ومحمد اشرف طلع من الفريق الشباب تحته وطلع يلعب مع الفريق ال11 في وجود بقى عمرو السوليه وحمدي فتحي واليو ديانجو ومحمد شريف ومحمد مجدي قفشه والكلام ده كله، هتلاقي محمد اشرف مختلف تماما عن كده. لعيبه بتشيله، بيبقى عنده ثقه اكبر، اللعيبه حواليه. انما ده اللي بقول لك، كان في ظلم كبير جدا في الحكم من الناس على بعض الناشئين والشباب. انا عاجبني جدا برده احمد سيد غريب، يعني برده فرويد هايل، ومن اول مباراه لي مع النادي الاهلي الفريق الاول يحرز هدفين. فالناس دي لما تبدا تاخد، شفت عمرو جمال ابسط مثال، عمرو جمال اول ما طلع كان مين بيلعب جنبه؟ ناس كتيره جدا واسامي كبيره جدا جدا. شفنا عمرو جمال فرق ازاي. اقول لك ارجع بالزمن ورا شويه، حسام غالي في ماتش ريال مدريد موجود بقى، كان خالد بيبو وعصام الحضري ووائل جمعه وشادي محمد. يكفيك انك بتتنافس مع علي معلول في مركز واحد بالظبط، يكفيك ان انا اخد تتعلم منه وتشرب منه المكان. احسن بكتير من ان انا اخرج اعرف نادي انا مش هتنافس مع علي معلول، او انا مش هاخد ضغط النادي الاهلي، او العب مباراه انا مطالب من الدقيقه الاولى لحد الدقيقه 90 اعمل مجهود بدني كبير، لان في مشجع مركز معايا في كل تفصيله بتحصل في الملعب. طيب. بالظبط، فده مهم جدا. طيب خلينا نتكلم على المراكز، الميركاتو يعني مراكز الاهلي محتاج يدعمها من وجهه نظركم، ممكن يبقى فيها لعيبه كويسه بس ممكن يبقى محتاج حد جنبه. تعرف اوقات في وقت من الاوقات في مراكز معينه بتلاقي اربع وخمس تخمة. اسماء تقال، فكل واحد دايس على نفسه على الاخر عشان يبقى موجود في الصوره. والاسواق هبتدي الاول محلي. انا شخصيا شايف انه طبيعه الشكل اللي انا عايز اوصل بيه للاهلي الموسم اللي جاي بصراحه يعني مفيش حاجه جوه لفتت نظري قوي. في لعيبه كتير كويسه تراهن بقى فرهان يكسب او تراهن فرهان يخسر، دي قصه تانية. لكن مين اللي لفت نظركم جوه الاول؟ انا يعني بحب جدا اسلوب وطريقه لعب احمد رفعت. احمد رفعت واحد من الاجنحه القويه جدا 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 في الدوري المصري. والناس حتى لما بتشوف على ماتشات فيوتشر قدام الاهلي قدام الزمالك قدام بيراميدز، الراجل بيلعب ما بتحسش بقى مثلا ان هو مثلا بيعمل ماتش جامد على المحله او على انبيا، ولا هو الراجل لما بيلعب مع اكبر ثلاث فرق في مصر الراجل بيقدم مباريات هايله. بيلعب بيمينه وبشماله، متميز جدا في الكور الثابته، شفنا طبعا ده في كاس العرب، لعيب سريع جدا. وانا شايف ان اكبر تدعيم مفروض يكون عند النادي الاهلي في الاجنحه مش قادره تطبق اسلوب. قول لي اسم افضل ثلاث اجنحه في الدوري المصري. احمد رفعت وزيزو طبعا بره الاهلي والزمالك. بره الاهلي والزمالك ممكن نقول احمد رفعت هو اللي في دماغي دلوقتي، وممكن بحب برضو حسين فيصل، لعيب كويس. مصطفى شلبي ام بي ده طبعا لعيب برضو هايل، ما كانش على دماغي. مصطفى شلبي لعب قدام الزمالك في الدور الاولاني مباراه هايله، وهو هو هو نقطه القوه بتاعت ام بي كلها. هو خلينا نتكلم في موضوع الميركاتو ده. لما بتدور على اللاعب في الدوري المصري بتحكم هل هو افضل من اللاعب اللي موجود في مركزه في النادي الاهلي ولا لا. تمام.
طبعا هي مش قله، هو في ندره ان في لعيبه دلوقتي موجوده في الدوري المصري افضل من لعيبه النادي الاهلي. لكن لو بنتكلم في مركز الجناح ده، انا تابعت كويس مصطفى ميسي. مصطفى ميسي لعيب كويس جدا في الدوري المصري. لا هو احسن ميسي موجود في الدوري المصري. لاعب سيراميكا. لا واحمد عادل كويس. أحمد بس عادل احنا بنتكلم بقى في ميسي، هو افضل ميسي موجود. والاهلي فيه محمد حمدي ميسي. احمد عادل ونبيل ميسي. فاحنا عندنا كذا ميسي، لكن هو افضل ميسي فيهم. هو ده اعتقد ان اللي ممكن يبقى اضافه. انت شايف مصطفى ميسي هو الاضافه الاكبر، وهو الكواليتي اللي ممكن يبقى اعلى شويه من كواليتي اللعيبه اللي موجوده في النادي الاهلي. لو بنتكلم بقى على اللعيبه الاجانب، فانت لازم تحدد المراكز اللي انت هتدعمها بلعيبه اجانب. طب استنى بس، خليني قبل الاجانب ده، الاجانب دي قصه كبيره. قصه كبيره. في مراكز ثانيه شايفين افضل من اللعيبه اللي موجوده في النادي الاهلي؟ انت قلت لي جناح يعني. دلوقتي احنا بنتكلم، انا بقول لك افضل يعني من اللعيبه اللي موجوده في مراكزها في النادي الاهلي. احمد رفعت مصطفى ميسي صح كده؟ انا ما شفتش حاليا في الدوري المصري لعيبه سواء حتى في وسط الملعب اللعيبه مش ايه بقى. انت ما فيش، انا حتى الظهير الايمن اللي موجود في الدوري المصري واللي شايفه اللي ممكن يضيف للنادي الاهلي هو ظهير اجنبي. فانا مش هقدر اقول لك حتى الظهير الايمن اللي موجود. تمام. فاحنا يعني اجنبي بيلعب في مصر ولا اجنبي؟ جيفرسون كده بتاع فاركو. هو لعيب كويس جدا. كويس جدا. واضافه كبيره لو الاهلي اتعاقد معاه. لكن على مستوى اللعيبه المحليه، فانا أنا شايف أنا اضافات بصراحة كبيره بصراحة تيجي تلعب اساسيه. بصراحه انا لو الاهلي هيتعاقد مع اسمين او ثلاثه، اللي هي يعني الاماكن الفاضيه اللي عنده تسمح له باسمين او ثلاثه، هجيبهم قدام. انا شايف انه انا كرة الاهلي هجوميه، انا محتاج احط كل الفرق اللي هتلعب قدامي. مصري واجنبي ولا مصري؟ تحت ضغط. لا اجانب. يعني هو ده الفكره، محتاج حد. المراكز اللي انت محتاج فيها الاجانب فيه. انا محتاج الاهلي يلعب في نص ملعب الفريق المنافس ايا كان اسمه في افريقيا او في مصر طول ال 90 دقيقه. محتاج حد يديك حلول. فانا فاكر مستر مانويل جوزيف وقت من الاوقات في فتره يعني كانت يعني بشوفها من اكتر الفترات اللي كنت بستمتع بيها، سيبك من نتائج والبطولات والارقام دي في حته، لكن كوره الاهلي ال 90 دقيقه متعه، 90 دقيقه ضغط، 90 دقيقه هجوم كاسح. بالظبط. انا مش محتاج الاهلي يلعب بثلاث ديفندرات، ومش جناح. محتاج الاهلي يلعب بثلاثه بصراحه. انا بتكلم، احنا بنتكلم جمهور على فكره. طبعا احنا بنتكلم جمهور. هقول لك حاجه، انت محتاج اثنين لعيبه شكل، جناح ومهاجم اجنبي. لكن انت ما تنساش ان واحد زي علي معلول اهو لاعب اجنبي ومحسوب على الدفاع، لكن كواليتي علي معلول خلال السنين اللي فاتت دي كلها نقل اداء النادي الاهلي نقله كبيره جدا. فانت مش شرط عشان بالظبط ان انا عشان اجيب لعيب، انا ممكن اجيب لعيب على فكره ظهير هجومي ويتحسب على الاداء الهجومي والكره الهجوميه. فاحنا بنتكلم ان انت سواء الاجانب اللي هيجوا هتتكلم في جناح وراس حرب. خلاص انت دعمت باثنين وعندك اثنين، ديانجو وعلي معلول اثنين اساسيين في الفرقه، يبقى معاك اللاعب الخامس تقدر تجيبه. اعتقد ان مركز سواء قلب دفاع او هتجيبه في الظهير الايمن هو مركز مهم جدا في الملعب. ولا 10 كنت ضد ولا 10؟ لا انا كنت ضد نبره بنون ان الاهلي مش محتاج او الكره المصريه مش محتاجه مدافع اجنبي. لا انا شايف ان انت لو شايف مدافع اجنبي عنده الكواليتي ويقدم لك افاده في الملعب ان انت تتعاقد معاه، لازم تتعاقد معاه. كل الفرقه دي وكل الصرف ده مفيش مدافع مصري. خد بالك اقول لك، احنا مش عاوزين نعيد نفس القصه دي تاني. هي مش قصه لفت نظر، هي قصه كام لعيب اتجاب من الدوري المصري ودخل النادي الاهلي ودخل وطلع. يعني مش عشان خاطر خطا من الاداره او خطا في التعاقد او الكلام ده كله، هو ما بيثبتش نفسه. في لعيبه بتيجي مرتين، شاكر مش عايز اقطع، بس في لعيبه جت الاهلي مرتين وخرجت. بالظبط، بيجي مرتين وبيخرج. فانا مش عاوز اقعد اعيد في القصه دي تاني. اللي مناسب عندي لازم اجيبه قد النادي الاهلي. طب بس قولوا لي، اقفلوا لي دي، اقفلوا لي افضل مدافع وافضل هاف من وجهه نظركم. افضل مدافع الاول في الدوري السنه دي بره الاهلي والزمالك. بره الاهلي والزمالك؟ ده سؤال ما فيهوش حيره، سؤال مش المفروض انك تحتار فيه. يعني بتدور في فرق الدوري كلها 18 16 فرقه، بس مفيش حد دافع لفت نظرك. اصل خد بالك، مفيش. بعد الاهلي والزمالك مفيش اصلا، مفيش اللعيب اللي يشد عينك. انا قلتك واحد بس مدافع لفت نظرك. عارف لو قلت لي هترتب اول ست مدافعين في الدوري المصري، حط الثلاثه بتوع الزمالك والثلاثه بتوع الاهلي بس. ايوه، وبعد كده يجي المدافع اللي بعديهم هيبقى مرعي في فيوتشر. هو اللاعب اللي بعديه. تمام. لو شفنا منتخب مصر، سامي جلال مع كويس جدا. كويس جدا وكل حاجه، بس انت بتتكلم برضو في مدافع. في كلام على اسامه جلال الاهلي. ما هو ما في كلام على اسامه جلال، وكان في كلام قبل كده على احمد سامي، كان في كلام على رامي صبري، كان في لعيب لعيبه كتير قوي. انا عايزك، انا يعني معتبرها بره الميركاتو، انا باخد رايك في الدوري السنه دي. انت بقول لك اسم كويس اسامه جلال. انا اسامه جلال كويس. انا كان غايب عن زيني، لكن اسمه كويس. تمام. انا ممكن احط قبل مرعي كمان. تمام. الهافات، هاف رايت ولا هاف ليفت ولا في نص الملعب؟ لا نص ملعب. نص الملعب انا شايف مجلي كان لعيب كويس جدا. لعيب كويس جدا. لعيب كويس جدا. كويس جدا.
انا عندي انا شايف ان الاهلي لو كمل ديانج هو مش محتاج في نص الملعب صفقات. لا بس هو بيقول لك بره. انا بقول لك في الدوري بره. انت عايز تاخد رايي مش صفقات كميركاتو. سيبك من الصفقات. هو بياخد رايك في الدوري افضل اللعيبه يعني لما اقول لك 34 اسبوع عجبني فرقه صرفه مئات الملايين عايز لعيب منك في نص الملعب نور بعيدا عن بوبو كويس وليد الكارتي كان كويس بوبو كويس والنادري لاعب اللاعب المحل وليد الكارتي لا النادري لاعب المحل النادري لاعب المحل فاكر اسمه الاولاني بس النادري وبوبو دولت اكتر لعيبه في كمحورين ارتكاز هم اللي لفتوا نظري وليد الكارتي كان كويس قوي وليد الكارتي خصوصا في مباراه الاهلي وبيراميدز اللي فات برده كان كويس قوي في الضغط عليه بالكره كان بيطلع انت عندك نقطه مهمه تادونجا اعتقد ان بلاتي توريو موجود في في في, في بيراميدز مفيش لعيب هيقدر يلعب عليه فدونجا هيقعد حته لعيب هيقعد على هيقعد دكه لبلاتي توريو فانت ممكن دونجا اسم موجود دلوقتي ممكن تشتغل عليه كويس هو دونجا لعيب كويس جدا جدا أوكي. بس هو عقده انا ما اعرفش قصه عقده مع مفاوضات انت في اصلا مفاوضات ما بينك وبين بيراميدز اكتر من اسم فانت ممكن دونجا يبقى اسم عندك متاح في وسط الملعب تدخله لعيب دونجا انا شفته في مباراه المنتخب قوي جدا انا عندي سؤال جاي لي هنا اتكرر تقريبا في خلال الثلاث دقايق اللي فاتوا دول حوالي 20 مره محمد محمود انا من اللعيبه الحقيقه يعني اللي حاسس انه لعيب كويس جدا كل الناس اللي شافت محمد محمود من بدايته دربوه شافوه في الملعب بيقول لك لعيب 10 على 10 بس بالنسبه لي في الملعب كجمهور ومشاهد محمد محمود لسه ما جاش يعني لسه مستني محمد محمود رايكم ايه في محمد بس في امارات من محمد محمود محمد محمود لعيب كبير جدا لما كان في وادي دجله كان مكسر الدنيا وعمري ما انسى لما راح المنتخب وعمل اسيست لصلاح في ماتش تونس وكان لعيب بروميسنج أيوة جدا عايز ايه عشان يوصل للمكانه اللي تتناسب مع عضلاته بدنيا هو محتاج ياخد وقت انا يعني وقت. انا عاجبني جدا ميدو نبيل وعاجبني جدا فخري ولكن انا شايف ان انا الاولويه دلوقتي محمد تروح محمود. لمحمد محمود ان هو يلعب في نص الملعب يعني لو هلعب واحد من الناشئين لا اختار واحد يعني لو في الثلاث ماتشات اللي جايين دول كسبت محمد محمود طبعا هتفرق معاك بشكل كبير جدا لان هو بيقوم بيقدر يقوم بدور صناعه اللعب وفي ميزه بقى مش موجوده عند ناس كبيره دلوقتي خصوصا جوه النادي الروح لعيب بيلعب بروحه وبقلب كبير جدا مباراه الزمالك الكره اللي دخل فيها بدماغه وبرده جاب كره بدماغه قبل كده ضربه جزاء في الدوري من حوالي 3 شهور يعني راجع من اصابات قويه جداً بتاثر على اي لاعب وتاثر على النجم الكبير محمد محمود عشان يرجع هو محتاج يلعب مع الفريق الاول النادي الاهلي محتاج يلعب حواليه يلعب السرو باس يديه لمحمد شريف محتاج يلعب جنبه يبقى جنبه عمرو السوليه وجنبه حمدي فتحي لعيبه تقدر تبروزه في الملعب لكن هو اكتر لاعب انا شايفه اتظلم في الفتره اللي فاتت طبعا هو اكتر لاعب اتظلم في الفتره اللي فاتت لان هو عايز يلعب وعايز كل طول ما هو بياخد هو بيدي في روح موجوده في اداء في لاعب عايز يدي الاهلي كواليتي انا اتمنى كواليتي انه يخش طبعا كواليتي لا انا شايف طبعا هو من بدايه هو كواليتي هيبدا ياخد حظ كبير يعني احمد حجازي عمل اثنين صليبي بس ما شاء الله يعني مع الوقت ومع تكرار اللعب ومع ان هو خد دقايق كتير الراجل قدر يرجع للفورم بتاعته ده اللي احنا بنقوله محمد محمود لازم ياخد وقت اكتر من كده انا جاهز محمد محمود الصفقه بالنسبه لي ببلاش انا لعيب عندي ومتعيد عندي ولعيب عارف قيمه النادي الاهلي وعندي بقاله فتره ولعيب كلنا عارفين مستواه قبل الاصابه كان عامل ازاي وهو بينزل برده بيقدم وبعدين عنده من الحلول اللي هو بيعمل الباس بالهاف سبيسز ما بين المدافعين الكور دي ما بقاش في حد في بيعملها. مصر بيعملها فهو متميز جدا هو بيلعب وش رجله وبطن رجله في الحته الهاف سبيسز ما بين المساكين او الباكات في ظهر المدافعين بيبقى متميز فيها بنتكلم واحنا بنتكلم شكل في لاعب واحد فعشان كده انا بقول لك في كده حاجه ظاهره خادعه للجماهير الاهلي محتاج صفقات كبيره انت بس لو بصيت على نص الملعب بعد رجوع عمرو السوليه وحمدي فتحي موجود اليو ديانج موجود عمار لا انا اول حلقه النهارده ابتديت بايه واتفق او اختلف معايا قلت انه الاهلي الفرقه اللي موجوده دي قبل ما نبتدي ميركاتو وقبل ما الاهلي يعلن عن اول صفقاته الفرقه اللي موجوده دي لو رجعت لحالتها واستعادت قدراتها البدنيه والذهنيه والدوافع المعنويه فرقه ما زالت عندها القدره انها تاكل الاخضر واليابس برافو عليك انا اسف يعني مع احترامي الكامل برده للناس كلها اللي بتقول لك برده الاهلي محتاج والاهلي وقع ولا يا جماعه انا لو قلت لكم 6-7 لعيبه بس لو هم في حالتهم البدنيه العاديه وفي حالتهم الفنيه العاديه لا مش هيبقى كده يعني لو قلت بتتكلم في محمد الشناوي بتتكلم في ياسر ابراهيم بتتكلم في محمد مجدي قفشه محمد شريف تكلم في حمدي فتحي وعمرو السوليه وعلي معلول وديانج 7-8 لعيبه انا جبت لك 7-8 لعيبه أيوة. لو هم في الفورم العاديه بتاعتهم النادي الاهلي بشكل مختلف تماما ولكن البديل بتاعهم البديل بتاع نقطه اكرم توفيق البديل بتاعهم هو من افضل
او يمكن افضل من لعيبه او الصفقات اللي انت هتقدر تتعاقد معاها. البديل بتاعهم انت لو بتتكلم على عمار حمدي فهو لاعب كويس جدا، بتتكلم على محمد محمود هو كان من افضل اللعيبه اللي موجوده في الدوري المصري، بتتكلم على اكرم توفيق في مركز وسط الملعب او في مركز الظهير الايمن هو لاعب كويس جدا. فانت بتتكلم الصف الثاني في النادي الاهلي سواء طاهر سواء حسين الشحات لو احنا بنعتبر حسين الشحات الصف الثاني، فانت بتتكلم الصف الثاني في النادي الاهلي. احتياجنا للميركاتو، احتياجنا للميركاتو مش دليل على وجود قصور في السكواد اللي موجود طبعا، لكن دليل على انه مستوى المنافسه هيبقى اقوى وهيبقى اعلى، وانه بالتالي تدعيمات المنافسين على مستوى افريقيا. انا ما ببصش للمنافسه المحليه بمنتهى الصراحه يعني، يعني المنافسه المحليه حاسس انه الاهلي في ظروف طبيعيه لو في منظومه تحكيم محترمه، لو في لجنه مسابقات بتحط مسابقه مكتمله الاركان ومظبوطه، الاهلي مش هيبقى عنده مشكله خالص في دوري او في كاس. لكن بتكلم على مستوى افريقي، لكن ده ما يمنعش كمان ان انا حتى مع ثقتي في الامكانيات اللي موجوده ان انا ادعم وارفع مستوى الفريق، لانه المنافسه هتبقى مختلفه. بس ارفع مستوى الفريق باللاعب المطلوب. تمام، احنا اتكلمنا على اللي جوه، انتوا تقريبا شبه متفقين معايا عشان ما نعيدش نفس القصه تاني ان انا اقعد بس اقيد في لعيبه كتيره وهي مش قد النادي. تمام، نروح للي بره بقى، نروح للي بره بقى. انا هيبقى عندي ثلاث اماكن لو طلبت من محمود ومن فاروق ايه الطريقه الامثل لاستخدامها، وهل هنا في التوقيت ده مطلوب افكار اوت اوف ذا بوكس ولا مطلوب انك تراهن على اللي مضمون، مطلوب تروح لصفقه مميزه من افريقيا معروفه وحتى لو هتكلفك غالي، ولا ممكن تراهن على حاجه جديده زي ديانج ما جبته مثلا كده وجي كسر الدنيا، ولا سيب افريقيا واروح لامريكا اللاتينيه، ولا سيب امريكا اللاتينيه واروح لاوروبا اشوف مين هناك ممكن يكون مش واخد فرصته قوي بس كاليبر كويس اجيبه واجي. انا شايف في لعيبه، لا انا اجيب اللعيبه بتاعه شمال افريقيا، اللعيبه اللي متمرسه على دوري ابطال افريقيا، اللعيبه التوب اللي موجوده في الترجي او في الرجاء او في الوداد والكلام ده كله. انا بحب محمد بن رمضان جدا جدا جدا، محمد بن رمضان طبعا بتاع الترجي، لعيب مهاريا عالي جدا جدا جدا، الكواليتي بتاعته مختلفه عن لعيبه الدوري المصري. في لعيبه انا كنت طول عمري نفسي يجي النادي الاهلي هو بغداد بنجاح. يعني كان بقى والله ده اللعيب اللي لو كان دفع فيه اي مبلغ عمره ما كان هيبقى خساره فيه. لعيب مرعب، انا شفته يعني، انا حضرت ماتشات في دوري ابطال اسيا لايف في الاستاد، لعيب انا كان نفسي معاك برضو، لعيب قوي جدا 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 يعني، كفايه ان هو بيلعب فيرود ازازي منتخب الجزائر وهو مش محترف يعني. فانا شايف ان محمد بن رمضان هو ابرز واحد بتاع الترجي، شايف ان هو من اللعيبه. طيب شمال افريقيا فاروق، في كتير من الجمهور خد بالك نفسه في حاجه لاتيني شويه، كينو فكره كبر بقى، انا برده كان من اللعيبه اللي كان جامد، انا استغربت المستر موسيماني لما كان موجود ازاي ما تعاقدش مع لعيب من امريكا اللاتينيه، لان هو في سان داونز كان معروف ان هو بيسافر اوروجواي ويسافر باراجواي ويسافر فنزويلا، بيسافر بنفسه ويتابع اللعيبه من الدوريات دي وبيتعاقد مع لعيبه سيرينو بيتسو موسيماني. لا بيتسو موسيماني زي شفنا مش سيرينو بس، مش اللاعب الوحيد اللي تالق في منظومه سان داونز، كان دايما عنده لعيب لاتيني موجود. فانا قلت ان هو هيجي النادي الاهلي هيتعاقد، واعتقد ان الفكره الموجوده دلوقتي حوالين لعيب اللاتيني هي جايه من الجهاز الفني اللي فات، لان كان في اسماء موضوعه وكان في اسماء بتدرس وكان في كشافين بيروحوا، فايا كان الاسم اللي هيجي انا لازم ابقى دارسه كويس ولازم ابقى شايفه كويس ومتابعه ومتابع ارقامه ومتابع هيقدر يقدم ايه، لان اعتقد ان كان في اخطاء حصلت في اختيار اللعيبه الاجانب في الفتره اللي فاتت، لان في اسماء كده جت النادي الاهلي لو انا تابعتها بالعين المجرده بس في مباراه او اتنين هشوف ان هو لعيب اقل من امكانيات النادي الاهلي مش هتعاقد معاه. فايا كان التدعيم اللي هيجي وايا كانت جنسيته سواء لعيب افريقي لعيب لاتيني لازم ابقى متابعه كويس وراضي عنه كفريق كشاف او 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 شخص. في برضه الاشخاص اللي بتختار وبتنتقي في النادي الاهلي لازم ابقى راضي عنه بنسبه كبيره جدا. في برضه لعيب في كلام وفي انباء كتير جدا والسوشيال ميديا بتداولها، سفيان رحيمي ده برضه من مرشح النادي الاهلي وكان قريب جدا، دي معلومه بقى. انا بجد والله نفسي اللعيبه دي ما تعديش من على النادي الاهلي. سفيان الرحيمي يستاهل الدفع، كان مرحب ان هو ينضم كتير جدا بالظبط يعني، انا ادفع في لعيبه تستاهل ان تدفع فيها فلوس، العائد بتاعها هيفرق كتير جدا مع النادي. انا دفعت معاك في بونجاح وسفيان رحيمي وفي معامل رمضان وبن رمضان وفي كينو، بس سفيان رحيمي لعيب كويس جدا ما حدش يقول، بس لو هجيب في الحته دي حاسس ان الاهلي كمان محتاج ده يعني، محتاج يعدي ده، محتاج يعدي الليفل ده في الحته دي، احنا محتاجين حاجه سوبر سوبر حاجه سوبر دوبر زي ما بيقولوا كده. احنا مش عايزين نخش بقى في ولتر بواليا تاني وانا قلقان والله. قال لك جبنا ولتر بواليا فاكر وكسر الدنيا الراجل برضو يعني المشكله التيشيرت تقيل جدا التيشيرت يعني. يا جماعه الموضوع ذهني طبعا، الحته اللي كنا بنتكلم فيها بدني برضو صعب جدا، وانا مع الجمهور
ما كنتش حاسس بده يعني، لكن لما جيت هنا وقعدت على الكرسي ده وبقت الشغلانه شغلانتي وبقيت بتابع وبحس وبشوف وبشوف الجماهير وبتاع، لا التيشيرت تقيله جدا يا جماعه، والجمهور ضغطه رهيب رهيب رهيب، وارد جدا مع 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 ماتش مع اتنين لعيب غير موفق الجمهور يحط عليه يدمر له مستقبله. في لعيبه يعني كانت بتتشقلب في الدوري المصري، كانت بتتشقلب تيجي النادي الاهلي مباراتين ثلاثه، ما فيش ده على مدار التاريخ، بنتكلم على مرتين بيخرج حتى من النادي الاهلي يروح الفرقه يكسر الدنيا يكسر الدنيا جايبه. بنتكلم على الضغط، كفايه ان اللعيبه دي هي اللعيبه اللي خدت افريقيا وخدت اتنين كاس عالم انديه، ثالث عالم انديه، وخدت اتنين سوبر افريقيا، وخدت كاس سوبر. اول ما بس حصل تذبذب في المستوى الناس ما راحتهمش. صحيح، الموضوع صعب. خليني اقول لكم قائمه النادي الاهلي وصلت لنا دلوقتي قبل ما نختم الحلقه. بكره هيغيب متولي وعبد المنعم وحسام حسن، ويرجع صلاح محسن في مواجهه امبي. قائمه الفريق علي لطفي وشوبير، الاثنين لازم اوجه لهم تحيه الحقيقه، لانه الاثنين كاليبر يعني امكانيات وحضور وجوده حارس مرمى وشخصيه حارس مرمى مصطفى شوبير على اعلى مستوى يعني، مصطفى شوبير وعلي لطفي الحقيقه علي الاثنين كان زميلي برضو وانا صغير، يطمنوك معاهم حمزه علاء، وهيكون كمان رامي ربيعه، صلاح محسن، محمد محمود، كريم فؤاد، ميكيسوني، احمد سيد غريب، رأفت خليل، احمد عبد القادر، محمد خليفه نصير، واحمد سيد عبد النبي، ومحمد فخري، ومحمد اشرف، وزياد طارق، ومحمد حمدي، وميدو نبيل، ومحمد احمد شرقيه، وعلي عمرو. دي قائمه النادي الاهلي مواجهه امبي. كل التوفيق لفرقتنا بكره. كان نفسي جدا اتكلم على العالمي بس الوقت جري بينا، بس اكيد هيتجدد اللقاء مره ثانيه بمحمود شاكر وفاروق عصام، ضيوفي اللي بحترمهم جدا وبعتز جدا بارائهم، شرفتونا ونورتونا في السادسه. انا مبسوط جدا معاك والله يعني. والله وانا مبسوط جدا، وان شاء الله يكون ليا لقاء الاسبوع الجاي نتكلم فيه على الكره العالميه. عندي موضوعات كتير وملفات كتير جدا مش مصدق اللي بيحصل، بس يكون ليا لقاء ان شاء الله المره اللي جايه. بشكر حضراتكم على المتابعه وعلى كل خير، دايما نتقابل في السادسه على شاشه الاهلي.